كشف الأستاذ السابق في جامعة بوستن ويل لوتزنهاير الثلاثاء عن ذراعيه الجديدتين بعد نجاح عملية زراعتهما في جراحة استغرقت 9 ساعات. وقال خلال مؤتمر صحفي في مستشفى برايهام أند وومان بجانب الطاقم الطبي الذي أشرف على الجراحة: أحضر إلى هنا لتلقي هذه الهبة، أمر مثير للدهشة، لقد غيرت حياتي تماما. وتلقى لوتزنهاير 40 عاما الذي فقد ذراعيه عقب إصابته بالتهابات حادة الذراعين الهبة من متبرع مجهول، شكره خلال المؤتمر الصحفي قائلا بأن هذا الشخص المجهول بالنسبة لي سيظل دوما قريبا مني للغاية. وأشار إلى أنه يحرز تقدما متسارعا منذ خضوعه لعملية زراعة اليدين رغم تأكيدات الأطباء له أن مشوار التعافي طويل أمامه قبل أن يتمكن من تحريك واستخدام الأعضاء المزروعة بشكل معقد. عائلة المتبرع لم يكشف عن هويتها وقالت في بيان: إن ابننا كان أفضل من يعانق، نتمنى لك الشفاء العاجل ولتستمتع بمعانقتك الدافئة. وترفع هذه الجراحة الرائدة عدد عمليات زراعة الذراعين حول العالم إلى قرابة 70.